السؤال الأول، عندنا في البلد مصنع كحك بيستخدم في صناعة الكحك سمن صناعي، والسمن الصناعي مضر بالصحة، ولكنه موجود في أكثر الأغذية المعلب وغيرها. ما كل المصانع، لا كل الحلويات الآن سمن اصطناعي، لكن الضرر هذا أمر نسبي. يعني هل أطبق الأطباء على أن النسب الخفيفة من السمن الاصطناعي مضرة؟ فين السمن البلدي؟ نادر اللي بيستخدمه السمن البلدي في كل شيء الآن. خلاص، أنت من قرية ولا منين؟ أنت من قرية أو من مدينة؟ دمياط. انا وانت يعني اهل دمياط، ما انتوا ائمه السمن الاصطناعي، كل جل حلوى دمياط سمن اصطناعي، نادر اذا منكم شخص يبيع حلوى بسمن بلدي، صح كده ولا انا غلطان؟ صح. طيب الله يعينك، ليس بحرام، لكن بينهم، بينوا ان السمن هذا اصطناعي، ورخصوا شويه في السلع. السلام عليكم.